عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم عبر جوله جديده، ونحن من خلال جولات وطن. اليوم جولتنا جوله مطارب. كثير من الناس اللي عندهم مطلب شعبي ارساله من خلال هذه الجوله، نحن نلاقي كمان هنا في الشارع العام واحد منهم. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، خليك. انا وليد محمد احمد. الحمد لله على الحصل، لكن لسه متمنين حياة أكثر وعندنا مطالب أكثر إن شاء الله. شنو المطالب؟ أول حاجة محاسبة القتل والفاسدين ومحاكمته محاكمة حقيقية. الكلام بتاع اتحفظنا عليهم في مكان آمن والحياة الرؤية الضبابية ما مفهومة دي ما بنقبلها تماما، عشان ما يحصل لنا نفس اللي حصل في مصر ويجينا السيسي ونفس الناس اللي ماتوا واللي تكتلوا ما في زول لحد هسه أخذ حقهم وبكتلوا فيهم. وانا بطالب من اي زول انه يواصلوا في الاعتصام لحد ما نضمن حقنا. الحمد لله السوار قالوا حقنا، وهسه انا بقيت بتكلم في التلفزيون في قناه يعني زي قناة طيبة، وبقول اسمي بكل وضوح، بقول يا اخي الكلام اللي انا دايره انه حق الناس ده لازم يتقلع ولازم يتشال ولازم نثبت حقنا فيه ما حصل. الله يديك العافية. الله يخليك، ربنا ييسر الامور وينفع الجميع. اللهم امين. متجولين حنتلاقي كمان برضه. مرحبا بابك، كيف حالك؟ الله يكرمك ويبارك فيك. تمام. منو؟ احمد عثمان بابك. الله يديك العافية. مرحبا. عندنا مطالب كثيرة جدا عايزين نقولها. المطلب الشعبي المطلب الشعبي حاسبينه كل المفسدين. ثانيا من استغلال، من الاستغلال. اي زول شارك انا ما شارك، اي زول لو كان غفير ما شارك. الشباب ده هو اللي بيشارك، والشباب ده كله متعلم، كل الشباب ده المتعلمين. ما يشارك اي زول، الغفير ثاني ما يشارك، الشارك غفير ما يشارك. والاحزاب دي اسمها على حزبين بس، حزبين، ما في حاجه اسمها حزاب 120 حزب يا حزبين معارض وتتابع الحكومه، ما في اكثر من كده. ها بعدين ما يشارك نهائي، زول شارك ما يشارك نهائي، ده اللي بعرفه انا. ثورة ثورة الشعب وثورة الشباب يا أخي، ما ثورة فوضى وكلام فارغ. السلام عليكم، كيف الأحوال يا أخي؟ طيبين يا جماعة، أموركم كلها باسطة؟ الحمد لله. إن شاء الله أنتم كويسين. أنت كويس. السلام عليكم يا أخواننا، إن شاء الله أنتم كويسين. أول مرة زول أسلم على المصور. لا يا أخي، المصور ده ما جوا القلب، قبل ما يكون هو شايل الكاميرا هو جوا القلب. الله يديك العافية. إن شاء الله أنتم كويسين. مطالبنا شنو؟ والله نحن مطالبنا أول حاجة طبعاً نحن زي ما قالوا الجماعة، نحن ناس المجلس العسكري ديل ما عندهم عصاة موسى. وأول حاجة نحن بنتوخى من المواطنين ومننا نحن بالذات الصبر، الصبر الجميل. بعدين يعني مع ذلك المطالب أول حاجة هي واضحة. الناس الشعب السوداني ده كله طلع، الشعب السوداني ده كله طلع لحاجات معينة. أول حاجة توفر الخبز، توفر الحريات، توفر الثيولة، أشياء كثيرة، الدواء، العلاج، إيجاد فرص عمالة. ما في يعني الفترة اللي فاتت دي بصراحة كانت العمالة كلها أجنبية، يعني حتى أولاد البلد محرومين من أي شيء، حتى في طرق العمل دي أو في سبل كسب العيش دي محرومين. يعني المجلس الوطني يكون جاد وينحاز أصلاً زي ما هو انحاز قبل كده لكل متطلبات الشعب، يكون أصلاً قاعد على سنه يراعي المسألة دي، دي الحاجة الأولى. بعدين يعني الناس ما الصبر، أصو خلاف الصبر، لأنه النظام ده كان نظام متهالك له 30 سنة. حتى وإن كان في إصلاح ما بكون على فترة شهر أو شهرين، دائرة صبر بس، الناس تصبر والناس حقه كلها تعمل، الناس كلها تعمل. يعني لدى الوحدة دي ما بيصفق، الناس كلها تعمل من أجل الوطن ده بس. ودي دي دي الحاجة اللي احنا بنحلم بها. يعني الناس نحلم بحاجة زي دي، يعني يكون وطن حر، يكون شامخ، يكون عنده علاقات طيبة مع دول الجوار، يكون الناس كلها تعيش في تسامح وفي في حريات تامة. كيف تفتح حريات هنا ده كله عهد انتهى. حتى التماسك الموجود الآن، نعم، لكل التماسك الموجود الان لكل افراد الشعب السوداني، نعم، دي حاجه بالمناسبه. في ناس بيقول لك رجعنا كده عشرات السنين اللي ورا في تماسكنا وصفاتنا اللي بيت موجوده، ونتمنى انه تماسكنا ده كمان يتواصل كمان ويدفع بالبلد نحو الامام. تماسكنا ده تماسك قوي وتماسك طيب، والشعب حقيقه هو ما قوه جباره بغض النظر. نعم القوات المسلحه على العين والراس هي حامي حمى الوطن، ونحن بنحترمه في الاخر وبنحترم قراراتنا اللي بيطلعوها كده، لكن برضه في خطوط حمراء الناس ما تتجاوزها. حتى وان كان مجلس العسكري او غيره في خطوط حمراء، الناس عارفه، الناس ما عارفه اي حاجه، الناس عارفه اي شيء. مواطن ده مواطن سياسي من الدرجه الاولى، لذلك حتى لا يمكن خداعه مره ثانيه او مره. الناس تتوخى الحذر، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجيب الخير، ربنا يجيب الخير لكل السودان، لكل بقاع السودان. ونتمنى كمان حاجه، دي امنيه عامه، الجنوب ده يرجع، الجنوب ده يرجع بخيرات ويرجع وطن واحد حر موحد ان شاء الله. اي باذن الله، بارك الله فيكم. متفائلين كثير، ربنا ييسر الامور ان شاء الله، ربنا ييسر الامور. بارك الله فيكم يا اخي، ربنا ييسر. الله يديك العافيه. تسلم تسلم. شو الاحوال؟ شو الاحوال يا اخي؟ السلام عليكم. ان شاء الله
كويس؟ يا حالك يا صحة الحمد لله. منو؟ محمد كمال باب الله. جولتنا دي جولة مطالب، مطالب الشعب شنو في رأيك؟ في رأيي إنه الشعب، والله الشعب السوداني شعب مسكين وطيب للغاية، وأتمنى له يعني من الله سبحانه وتعالى التقدم والازدهار. والله 30 سنة دي نحن ذقنا المراير، يعني حتى نحن سايقين ركشات هسه المحلية يطلبونا كل مرة بمليون جنيه، ما عارفين انها ماشية وين القريدي. الحمد لله غايته. طيب الحياة انت داير شنو؟ داير شنو انت بالحكومة الآن؟ داير الحياة تكون بسيطة والناس يكونوا يعني عايشين على أمان وبتاع و ده كل من الحياة العايزة. اه ده كل الحياة العايزة. ايوه والله ربنا يوفق ان شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية. اقول لعبد الفتاح البرهاني اي حاجه نظيفه تماما، ربنا يوفق ان شاء الله. عمر السلام عليكم، كيف حالك؟ ان شاء الله كويس يا اخي، كيف صحه؟ الله يكرمك. منو ما عرفناك؟ ادم طلحه محمد احمد. كيف حالك؟ ان شاء الله تمام يا اخي. لا تلاك. مطالب الشعب شنو في راسك يا في رايك يا ها؟ مطالب الشعب شنو في رايك كده؟ مطالب الشعب حاجات المفترض تحصل لنا كده الفتره الجايه. والله يا اخي الناس المفروض تصبر، تصبر ليه الحكومه الجديده يشوفوا راي شنو، لانه الوضع يتغير وان شاء الله يتغير، وان شاء الله يتغير. الناس المفروض تصبر تشوف الحاصل شنو، ما تتضايق يعني، المفروض يشوف الحاصل شنو في السودان، يمكن ربنا يغير الوضع من جديد ويحسن يعني، ان شاء الله ربنا يحسن الوضع. ايوه نتمنى للسودان الخير، والله والله نتمنى له الخير، والله الخير الكثير. الله يبارك فيك، الله يبارك، ربنا ييسر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. ده حال كثير من الناس يلو الدعوات انه رشان ربنا ييسر لهم. كيف يا شباب؟ ان شاء الله كويسين يعني، الله يديك العافيه. كيف الاحوال؟ بخير الحمد لله، والله يديك العافيه. اسامه ابو بكر. اسامه كيف حالك؟ والله بخير يا حبوب. الواثق سعيد. الواثق كيف احوالك؟ الحمد لله والله. نحن عندنا دايرين نعرف مطالب الشباب شنو يعني. والله مطالبنا كثيره. زي شنو مثلا؟ والله حاجات كثيره، دايرين حريه ودايرين سلام ودايرين عداله. تمام. ثاني شنو الحاجات؟ عايز اشتغل؟ كيف ما ادري اشتغل؟ الناس كلها تخرجت وقاعدين عطاله. ربنا يسعدك. الواثق. اسلام والله. رايك شنو؟ والله ان الشباب تكون كلها شنو الناس حاله تصلح ويمشي لقدام، شو البحث شنو يصلح البلد. اتمنى حاجات كثيره يعني البلد يصلح، والحكومه تكون مدنيه وعسكريه كلها. ان شاء الله يا رب، ربنا يصلح الحال باحسن حال. ان شاء الله. دي كانت جولتنا اليوم من الشارع العام ومطالب الشعب. فاذا تابعنا من اول شخص اللي قابلناه لحد اخر واحد، نحن طبعا جولتنا دي هي كان فيها سهولة كبيرة جدا وفيها حرية مطلقة بدون متابعة لأصحاب المواتر ولا العربات المظللة. لأول مرة ناخذ راحتنا فيه انه نستطلع الناس ويقولوا رايهم ويقولوا مطالبهم لكل الناس.